مهم جدا وانت بتتكلم لغة انجليزية ان انت يكون عندك correct pronunciation او نطق صحيح. وفي فيديو النهاردة معانا بعض الكلمات اللي ممكن نكون بننطقها بطريقة مش صحيحة وهنصححها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم MSK من قناة يلا انجليزي اللي مهتمة بتعليم اللغة الانجليزية. فلو انت مهتم بانت تشوف فيديوهات لغة انجليزية بسيطة وسهلة، بننصحك طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. البرونانسيشن في الانجليش او النطق مش سهل تعرفه عن طريق الكتابة، لازم تكون سمعته قبل كده. اما الكتابة او السبيلنج بتاع الكلمات ده مش هيكون حاجة مفيدة ليك في معظم الحالات، لان النطق مش بيعتمد على طريقة الكتابة، وده هنتكلم عنه بعدين. ومعانا النهاردة بعض الكلمات اللي ممكن نكون بنطقها بطريقة مش صحيحة. واول كلمة معانا كلمة women. الكلمة دي جمع الكلمة woman اللي هي امرأة او سيدة، وجمعها women. والخطأ هنا جاي ان حرف الاو احنا فاكرين ان هو يتنطق زي ما هو في الجمع، لكن لا، في المفرد تبقى woman، لكن في الجمع women. يبقى اقول there is a woman there، يعني في ست هناك، او اقول there are some women there، some women. يبقى الجمع women. الكلمة الثانية موجود عندنا في البيت اللي هو الأثاث، اللي هي الترابيزات والسراير والعفش والكلام ده. بالإنجليش الكلمة دي هتبقى furniture. الخطأ هنا إن الكلمة دي فيها أكتر من مقطع، فإحنا في الإنجليش لما يكون الكلمة فيها أكتر من مقطع بيكون في مقطع منهم أعلى من التانيين. يعني ما تقولش الكلمة furniture، ما تنطقش كل المقاطع زي بعضها في العلو الصوت او الزمن، لا، بيكون في مقطع منهم هو اعلى من الباقيين، فهتقولها furniture. المقطع الاول هو اللي عليه الستريس او الضغط ده، furniture، اثاث. تالت كلمه معانا برضو في البيت اللي هي حاجه زي الدولاب او النيش كده، اسمها cupboard. ما تقولش cupboard، هي cupboard. الخطأ هنا ممكن يكون ناتج عن اننا عارفين كلمة cup وboard، ففي ناس بتنطق الكلمتين زي ما هما، لا، هو لما بندمجهم على بعض بيحصل تغيير وننطقها cupboard اللي هو الدولاب او النملية او النيش يعني. رابع كلمة معانا كلمة close. النطق الصح ملابس يعني close. والخطأ هنا ان احنا عندنا حرف TH بتنطق the، والاس الاي اس في الاخر ناس كتيرة بتنطقها is، يبقى بيقولها clothes، لا، احنا هنقولها close، ملابس. اما الكلمة الخامسة معانا وهي الوجبة اللي بنبدأ بيها اليوم، اللي هي وجبة الافطار، اللي هي breakfast. الخطأ هنا بيكون ان الكلمة مقسومة لكلمتين برضو، كلمة break وكلمة fast. break يعني يكسر، وفاست هنا جاي معنى الصيام اللي هي الافطار، فبدل ما اقولها break fast هتبقى اسمها breakfast. النطق الصح breakfast، يعني وجبة الافطار. الكلمة السادسة اللي بعد كده يمكن اتكلمنا عنها في فيديو لوحدها، وهي كلمة مريح. وهنا المشكلة ان في حرفين كاملين مش هيتنطقوا، كلمة comfortable يعني مريح، comfortable، الـ OR مش هيتنطقوا، comfortable، مريح، comfortable. الكلمة السابعة اللي بعد كده معانا برضو فيها حرف مش هيتنطق، وناس كتيرة بتقولها veggie، لا، هي vegetables. مفيش حرف الاي اللي بعد الجي ده، مش هننطقه، vegetables. خضروات، vegetables. الكلمة التامنة والتاسعة والعاشرة والحداشر والاتناشر مرتبطين ببعض، وهنا الكلمة معانا كلمة base يعني قاعدة، أو يعمل قاعدة، أو يرسي حاجة معينة، ينشئ base. وهنا اللخبطة بتيجي إن دايما متعودين إن مثلا لما نلاقي كلمة زي كلمة please، الأس جات مكان الحرفين متحركين، فدايما واخدين الأس لما تكون ما بين two vowel letters بننطقها z، لكن هنا هنقولها base مش base. وبالتالي هنقول كلمة أساسي basic مش basic. النطق الصح basic. الأساسيات basics. مبني على based on. based on. based on. based.
والكامل 12 basically اساسا basically. فكل الكلمات دي نطقنا الاس س مش ز. بما اننا قلنا كلمه basically ال سي ال ال واي نطقناها كلي مش كالي، ما قلناش basically basically. الكلمات اللي جايه معانا نفس القاعده دي. الكلمه رقم 13 scientifically كلي، الاي مش هتتنطق scientifically بطريقه علميه. رقم 14 radically يعني جذريا radically. اقول لك مثلا Egypt has radically changed، اتغير بطريقه جذريه. has radically changed، اتغير بطريقه جذريه، اتغيرت جدا. physically يعني جسديا physically. يبقى C-A-L-L-Y هنطقها كلي، physically basically scientifically radically. أما الكلمة رقم 16 معانا كلمة أرشيف، بالعربي أرشيف، بالإنجليش هيبقى اسمها archive. نطق مختلف تماما archive. اللخبطة هنا بتيجي ان الكلمة بالعربي أرشيف، ففاكرين احنا بالإنجليزي هنطقها بنفس الطريقة، وخصوصا ان الـ CH بتنطق اصلا في بعض الكلمات او في معظم الكلمات، لكن هنا طبعا بالسماع هتبقى archive. الكلمة اللي بعد كده كلمة says يعني يقول. الغلطة ان كلمة say في present من غير الاس، لما نضيفلهاش الاس او I say انا اقول، لكن لما تيجي تقول he او she او it وعايز تحط الاس على اخر الكلمة مش هتنطق نفس النطق. بدل ما تقول says هتبقى says، he says، she says، it says، says. الكلمة اللي معانا بعد كده كلمة واحة. كلمة واحة نطقها يمكن غريب شوية، هتبقى oasis يعني واحة. المشكلة مش هنا، المشكلة لما نيجي نجمع الكلمة. جمع الكلمة دي بشيل الاي وحط مكانها اي، لكن الجمع هيبقى نطقه مختلف عن oasis، هيبقى oasis. فالاي اللي في الاخر دي هتنطقها طويلة شوية، oasis يعني واحات. ونفس الموضوع مع الكلمتين اللي جايين، كلمة analysis يعني تحليل، جمعها analysis. يبقى لما بنيجي نجمع بنطول ما بين الاس والحرف الاخير. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى، ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وكومنت تحت علشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين، ونحب نشوف تعليقاتكم، ولو عندكم اي اقتراحات او تعديلات بنحب نسمعها. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وكمان تعمل وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.